الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم الدرس الثاني عشر في حقل الإحصاء الاستدلالي تحت عنوان اختبار الفرضيات الجزء الثاني Hypothesis Testing Part 2. أرجو أن يكون فيه الفائدة القصوى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. اختبار الفرضيات Hypothesis Testing. ذكرنا في المقاطع الأولى حول الإحصاء الاستدلالي نظرية الاحتمال وقوانين الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية، أو ما تسمى probability distributions، أي القوانين الاحتمالية التي تشرح ظواهر طبيعية واجتماعية متعددة. كان من أهمها التوزيع الطبيعي normal distribution، وهو الأساس الذي نستند إليه في اختبار الفرضيات. سأقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى الجزء الثاني أو الثاني من اختبار الفرضيات hypothesis testing. كنت قدمت الجزء الأول حول أنواع الأخطاء الإحصائية، أرجو الانتباه، أنواع الأخطاء الإحصائية statistical errors، وركزت على نوعين: الخطأ من النوع الأول alpha error or type 1 error، والخطأ من النوع الثاني اللي هو beta error or type 2 error، لأنهما من أدوات اختبار الفرضيات كما سنبين بعد قليل. من الأهمية بمكان كذلك الأمر أن نذكر بنظرية الحد النهائي أو النهاية المركزية Central Limit Theorem CLT، لأن تطبيقاتها واسعة وفعالة في مجال اختبار الفرضيات. يفضل العودة، أتمنى على المتابعين الطلبة الأحباء والمتابعين أن يعودوا إلى المقاطع التي غطت هذه الموضوعات من أجل استيعاب مبدأ اختبار الفرضيات. مثال اختبار الفرضيات: قبل الخوض في مجال اختبار الفرضيات لابد من وصف الفرضية المقبولة acceptable hypothesis. فنقول بأن الفرضية المقبولة هي رأي أو معتقد أو افتراض، يعني يتميز بثلاث صفات، هي أن يكون منطقيا، أن يكون قابلا للاختبار، أن يكون أفضل من غيره من الآراء المنافسة في مجاله. تندرج طرق اختبار الفرضيات تحت صنفين رئيسيين، هما الطريقة الكلاسيكية Classical Method والطريقة الحديثة Modern Method. تستخدم الطريقة الحديثة عدة اختبارات، هي اختبار التوزيع الطبيعي المعياري Z-Test، كما ذكرته في تحت عنوان التوزيع الطبيعي في مقطع سابق، واختبار T-Test كذلك الأمر ذكرته في مقطع سابق، واختبار مربع كاي سكوير تيست ذكرت في مقطع سابق عن التوزيع اللهم وليس الاختبار، واختبار فا أو اف تيست وذكرته أيضا في مقطع سابق عن التوزيع وكيف تستخدمه. وتتبعها طريقة تكوين هذه طبعا طريقة الحديث تتبعها طريقة تكوين فترات الثقة اللي هي كونفيدنس انتربول. سيقتصر هذا المقطع على اختبار الفرضيات بطريقة التوزيع الطبيعي المعياري زي تيست. الهام، أرجو الانتباه إلى ما سأقوله الآن لأنه يبين جوهر اختبار الفرضيات. لا يحتاج الإنسان إلى شهادة علمية كي يصبح خبيرا في اختبار الفرضيات مهما كانت معقدة. لنعود في الزمان إلى عهد قريب حيث بلاد الشام، كان تجار الحبوب القمح والشعير والعدس وما شابه يشترون الحبوب من الفلاحين بعد معاينتها بطريقة ذكية. كان بائع الحبوب يأتي بأكياس مليئة بمحاصيله إلى سوق الحبوب Grains Market كي يبيعها إلى التجار المختصين بتجارة الحبوب، وكان البائع يعرض بضاعته بشكل مباشر على التاجر المشتري، وهي في الأكياس بأوزان متفاوتة بين 80 إلى 100 كيلوغرام الكيس الواحد. فكان من الصعب جدا التحقق من نوعية وجودة الحبوب، فقد يستحيل معاينة كل حب من المحصول، وكان من الصعب جدا بسبب ضيق الأمكنة وقلة الوقت المتاح فتح الأكياس ونشر الحبوب في مكان ملائم كي يتحقق المشتري من جودة الحبوب المنوي شراؤها. فكيف يتحقق المشتري من صدقية ادعاء البائع بأن حبوبه كلها من القمح مثلا وأنها نقية من التراب والحجارة الصغيرة أو من حبوب لنباتات أخرى كالشعير مثلا؟ وهنا يكمن الإلهام. كان المشتري يستخدم أداة تسمى القلم في جمع العينات sample بطريقة أو يسموها sampler هي باللغة الإنجليزية،
يجمع العينات بطريقة علمية محضة. الأداة عبارة عن أنبوب معدني غير قابل للصدأ، هذا هو، هذا الأنبوب معدني مدبب من الأمام غير قابل للصدأ، له من الأعلى عدة فتحات، هذه الفتحة الأولى الثانية الثالثة على سبيل المثال، قطره سنتيمتر تقريبا، مدبب من طرف واحد، يغرس في كيس الحبوب من عدة جهات كي يسحب عينات عشوائية من مواقع سطحية وعميقة من كيس الحبوب، وعند غرسه في جوف الكيس يمتلئ بالحبوب القابلة للمعاينة المباشرة. استكمل. ادعاء البائع حول جودة الحبوب التي عرضها للبيع هو فرضية، هذا الادعاء هو فرضية تنسحب عليها الصفات الثلاث عن الفرضية المقبولة: أن تكون منطقية، أن تكون قابل للاختبار، أن تكون أفضل من غيرها من الفرضيات المنافسة في مجالها. لو كان ادعاء البائع بأن حبوبه من القمح، لكن 10 عينات عشوائية سحبت من الكيس الذي ادعى البائع بأنه مليء بالقمح، بينت بأن الحبوب الموجودة في الكيس كانت من الشعير. إذن هو ادعى بأنه من القمح لكن سحبت عينات عددها 10، الآن بينت بأن الحبوب الموجودة في الكيس كانت من الشعير، لقلنا بأن الادعاء غير صحيح. أو أن الكيس، لاحظوها، لقلنا بأن الادعاء غير صحيح، أو أن الكيس الذي سحبت منه العينات لم يكن هو المقصود، أي بمعنى آخر كأنما العينات سحبت من كيس آخر مليء بالشعير. وفي كلتا الحالتين لا يستطيع المشتري قبول ادعاء فرضية البائع. من الممكن طبعا الآن صياغة اختبار الفرضية شكلا كما يأتي. هذه فرضية بتقول إنه الكيس مليء بحبوب الشعير، لكن هناك فرضية مقابل لها: الكيس مليء بحبوب القمح فقط. الآن لاحظوا لي إذا تفضلتم ما الذي سأضعه من صور ومقارنة. هذا الآن قمح وهذا شعير، هذا كله قمح بالكامل وهنا شعير بالكامل. من المستبعد سحب عينة من هنا وتكون نتيجتها من هنا. أرجو الانتباه، من الصعب ومن المستبعد سحب عينة من هنا وتكون النتيجة من هنا. هاي الآن ادعاء النفي وهذا ادعاء التأكيد. نكمل. العلماء الحقيقيون حصيفون بطباعهم، يتركون مساحة لخطأ هامشي غير مقصود. في حالة عينات القمح العالم الحقيقي يترك مجالا للشك، فقد يقول بأن إحدى العينات سحبت من المكان الخطأ الذي تصادف مع وجود كمية من أشياء أخرى غير القمح، ويحدث نفسه بشكل عقلي فيقول: عند أي مستوى من الشك أستطيع رفض الادعاء الصحيح؟ فكلما انخفض مستوى الشك بقراره زاد يقينه ضمنا بأنه اتخذ القرار الصحيح. توضيح آخر، لنفترض بأن 100 طالب موجودون في قاعة محاضرة ما، موزعون كما يأتي: 99 منهم من الذكور وأنثى واحدة. إذا المجتمع الإحصائي statistical population في هذه الحالة هم الطلبة 100. سحبت عينة عشوائية بحجم 5 طلبة، فكان فيها 3 إناث. لاحظوا أنه الآن أنا ادعينا بأن في القاعة 100 طالب، 99 منهم من الذكور وأنثى واحدة. إذا المجتمع الإحصائي هو الطلبة 100، سحبت العينة بحجم 5 فكان فيها 3 إناث. أول ما يتبادر إلى ذهن الباحث في هذا الوضع الغريب بأن واحدة من الحالتين الآتيتين هي الصحيحة: إما أن عدد الطلبة الذكور في قاعة المحاضرة هم أقل من 99، أو أن العينة سحبت من مجتمع إحصائي آخر. إذا كان هذا الرقم صحيح هنا 99، معنى ذلك بأن العينة سحبت قطعا من مجتمع إحصائي آخر. على الرغم من ذلك يترك الباحث هامشا الخطأ من جانبه، فقد يقول لنفسه: أنا أخطأت بسحب العينة، أو أن المجتمع الإحصائي ليس كما وصف. وهنا يكمن جوهر اختبار الفرضيات، أي التحقق من صدقية المجتمع الإحصائي والادعاء حوله.
لنفترض بأن مجتمعا إحصائيا بمتوسط ميو أوف زيرو ميو أوف نوت وهو قيمة محددة، متوسط ميو أوف نوت محددة في هذه الحالة قد تكون 50 70 90 ألف مهما كان مثلا، يعني نريد أن نسحب عينة عشوائية من هذا المجتمع، على أن تتميز هذه العينة بمواصفة محددة، كأن نقول بأن متوسطها هو على الأقل اكس بار اكس، واكس بار في هذه الحالة هو قيمة معينة أخرى 65 80 90 ألف مهما كانت مثلا. فما هو احتمال الآن، لاحظوا السؤال البسيط لكن المهم، ما هو احتمال سحب مثل هذه العينة يكون على الأقل اكس بار من المجتمع الإحصائي الذي متوسطه ميو؟ لنفترض بأن احتمال سحب العينة بالمواصفة المذكورة هو احتمالها ألفا تساوي 5%، أي أن هناك 5 فرص فقط من كل 100 فرصة لسحب العينة بحيث يكون متوسطها على الأقل أكس بار، ما يعني بأن احتمال ارتكاب خطأ رفض العينة وهي صحيحة هو 5%، مع التذكير بأننا قد قررنا ضمنا أن متوسط المجتمع هو ميو نوت كما ذكرت، وهو موضوع الفرضية المراد اختبارها. يسمى هذا الادعاء فرضية العدم، ويكتب بالصيغة الآتية H not، تقرأ هكذا H not، تقول يعني هذه الفرضية أن متوسط المجتمع ميو هو ميو not، وتقرأ فرضية العدم تقول أو تدعي بأن متوسط المجتمع ميو هو مساو لميو، هذه قيمة معينة وهو قيمة عددية محددة. تقول فرضية العدم بأن متوسط المجتمع ميو يساوي ميو نوت، مساواة. الفرضية البديلة الآن، تختبر فرضية العدم التي ذكرتها قبل قليل مقابل فرضية بديلة alternative hypothesis، هذيك الأولى اسمها null hypothesis، هاي طبعا أنا هذا الادعاء فرضية العدم كما ذكرت. الآن تختبر فرضية العدم مقابل فرضية بديلة alternative hypothesis أو alternative، تقول بأن ميو أكبر من ميو نوت أو ميو أقل من ميو نوت أو ميو لا يساوي ميو نوت. عادة ما تكتب بإحدى الصيغ التالية H1 اللي هي الفرضية البديلة، تدعي بأن ميو هو أكبر من ميو نوت. هنا الفرضية البديلة تقول بأن متوسط المجتمع ميو أكبر من ميو نوت، أو بأن الفرضية البديلة تقول ميو أقل من ميو نوت. هنا الفرضية البديلة تقول بأن متوسط مجتمع ميو أقل من ميو نوت، أو وأخيرا الآن H1 اللي هي الفرضية البديلة تقول بأن ميو لا يساوي ميو نوت. هنا الفرضية البديلة تقول بأن متوسط المجتمع ميو لا يساوي ميو نوت. هاي في هذه الحالة نقوم باختبار ما يسمى الذيل الأيمن أو الطرف الأيمن من التوزيع كما ذكرت، لأنه سنستخدم التوزيع الطبيعي. لنفترض بأن توزيع المتغير الذي نتحدث عنه وهو في الحالة هاي متوسط العينة يأخذ شكل التوزيع الطبيعي تقريبا، وبالتالي لأن ميو الفرضية البديلة تقول ميو أعلى أو أكبر من ميو نوت، ولذلك نفحص الجهة اليمنى أعلى منها. في هذه الحالة الادعاء بأن ميو أقل من ميو نوت يكون بالحالة اختبار الذيل الأيسر، وهنا ميو لا تساوي ميو نوت، اختبار الطرفين الطرف الأيمن والطرف الأيسر أو اختبار الذيلين أي الطرفين. يعود شكل الفرضية وطريق صياغتها إلى طبيعة المسألة. ما الذي نتحدث عنه طبيعة المسألة؟ مثال، لنفترض بأن هذا مثال فعلي يعني وحقيقي، بأن عدد السكرتيرات أو الطابعات يعني في مؤسسة ما يبلغ 180 سكرتيرة، وأن متوسط سرعتهن اللي هو السرعة طبعا أكس متغير، سرعتهن في الطبيعة في الطباعة عفوا موزع طبيعيا بوسط ميو أوف أكس يساوي 63، إذن هاي كل المجتمع الإحصائي 180، متوسط سرعة الطابعة من هذه الطابعات 180 طابعة سرعتها أكس متغيرة، لكن متوسط أكس يساوي 63 كلمة بالدقيقة،
وانحراف معياري سيجما وفاك تساوي 8 كلمات بالدقيقة. قامت المؤسسة بترتيب دورة تدريبية من أجل زيادة سرعتهن بالطباعة، أي سرعة السكرتيرات بعد انتهاء الدورة. سحبت عينة عشوائية من حجم N، هنا عينة عشوائية تساوي 25، للتأكد من سرعتهن بالطباعة، أي يعني نريد أن نستكشف هل الدورة التدريبية فعلا أدت إلى تحسين سرعتهن بالطباعة أم بقيت سرعتهن كما هي. فوجد بأن متوسط العينة X بار يساوي 67 كلمة بالدقيقة. لاحظوا المجتمع الإحصائي متوسطه ميو باكس يساوي 63، حجمه 180 طبعا مجتمع إحصائي شخص. انحراف المعياري للسرعة الطباعة تساوي 8 كلمات بالدقيقة، لكن عندما انتهت الدورة التدريبية سحبت عينة عشوائية من حجم N تساوي 25 للتأكد من سرعتهن بالطباعة، فوجد بأن متوسط العينة X بار يساوي 67، هذا متوسط العينة كلمة بالدقيقة. السؤال المهم في هذا السياق هو كيف نتأكد بأن تحسنا حقيقيا قد طرأ على قدرات السكرتيرات؟ تقول الطريقة الكلاسيكية في الإجابة على هذا السؤال بأن علينا أن نختار قيمة احتمال. أرجو الانتباه لهذه الجملة المهمة جدا، بأن علينا أن نختار قيمة احتمال محددة تكون حدا فاصلا بين ما يمكن أن يحدث بالصدفة وما يمكن أن يحدث بشكل عادي. وتوضيحا لذلك نطرح السؤال الآتي: ما هو احتمال اختيار عينة متوسطها X بار 67 يساوي 67 من مجتمع متوسطه ميو يساوي 63 لكن تباينه سيجما سكوير يساوي 8 تربيع؟ طبعا أذكركم، هل من الممكن أن نأخذ عينة عشوائية من كيس القمح وتكون النتيجة بأن العينة هي شعير؟ فهنا الآن ما هو احتمال أن نسحب عينة حجمها 25 يكون متوسطها X بار يساوي 67 من مجتمع هذه مواصفاته، متوسط يساوي 63 وتباين يساوي 8 تربيع 64، أو أنه انحراف المعياري يساوي 8. إذا اعتبرنا بأن هذه العينة بمواصفات المجتمع المذكورة لا تظهر إلا بالصدفة، لا يمكن هذا أن يحدث إلا بالصدفة، فإن رفض الإدعاء اللي هي الفرضية بأن تحسنا قد طرأ على قدرات السكرتيرات يكون صعبا. لماذا؟ لأنه يصعب علينا أن نتخيل ظهور عينة عشوائية متوسطة X بار أكبر من أو يساوي 67 من مجتمع متوسط ميو يساوي 63 وتباينه يساوي 8 تربيع، ما يعني بأن العينة أتت من مجتمع إحصائي مختلف، أي من المجتمع الذي تحسنت قدرات السكرتيرات فيه. ولأننا نتوقع في جميع الأحوال باحتمال كبير أن يتركز متوسط العينة حول القيمة ميو تساوي 63 وليس X بار أكبر أو يساوي 67 إلا إذا أتت العينة من مجتمع مغاير المجتمع الذي نتحدث عنه. ولذلك نقول بأن العينة ذات المواصفة أعلى قد جاءت من مجتمع مختلف، يعني هاي الآن العينة هاي N تساوي 25 والتي وجدنا بأن متوسطها يساوي 67 كلمة في الدقيقة، هذه العينة أتت من مجتمع ليس من المجتمع الأولي الأصيل، فإنما أتت من مجتمع يختلف. بمعنى آخر ما يعني المقصود بالمجتمع المختلف هو أنه الآن طرأ تحسن على سرعة السكرتيرات فلم يعد متوسط سرعتهن بالطباعة 63 بل أصبح أكبر من ذلك. الآن هنا توضيح صوري. هذا المجتمع X X X X Y X، لو سحبنا عينة عشوائية من هذا المجتمع يجب أن تكون الآن العينة مشابهة له على الأقل نوعا نسبة تناسب، لكن المجتمع الجديد لاحظوا لي X Y Y Y اختلف، وبالتالي لابد أن تكون العينة قد سحبت من هنا. لو سحبنا العينة من المجتمع الأصيل لكانت مشابه له، لكن المجتمع لم تسحب من المجتمع الأصيل، سحبت من مجتمع آخر. الاختبار الآن، دعنا نختار الاحتمال ألفا تساوي 5% كي يكون الحد الفاصل بين ما يمكن أن يحدث
بالصدفة وما يمكن أن يحدث بشكل طبيعي أو متوقع. فإذا كان احتمال ظهور عينة بالمواصفة X بار اللي هو متوسطها أكبر أو يساوي 67 أكبر من 5%، فإن ظهورها أي العينة بالمواصفة X بار أو أكبر أو يساوي 67 يعتبر شيئا طبيعيا، إذن لأنه الحد الفاصل 5%. إذا الآن أعيد الجملة ومهم جدا أن ندرك معناها، إذا كان احتمال ظهور عينة احتمال ظهورها اللي بالمواصفة X بار متوسطها أكبر أو يساوي 67 كان أكبر من 5% احتمال ظهورها، فإن ظهور هذه العينة بالمواصفة نفسها يعتبر شيئا طبيعيا، ونقرر نتيجة ذلك بأنه لم يطرأ تحسن على قدرات السكرتيرات. أما إذا كان احتمال ظهور العينة بأكس بار أكبر من أو يساوي 67 أقل من الحد الفاصل الذي ذكرناه ألفا يساوي 5%، فربما تكون عينة قد أتت فعلا من مجتمع إحصائي آخر متوسطهم يو أعلى من 63. وقد سبق وأن قدمنا معنى وكيفية استخدام نظرية النهاية أو الحد المركزي نون نون ميم وتوزيع أكس بار لنجد بأن الآن expected value القيمة المتوقعة لمتوسط العينات هو متوسط المجتمع، القيمة المتوقعة للمتوسط هو متوسط المجتمع، وأن أكس بار تتبع توزيعا طبيعيا تقريبا أو تقريبيا طبعا بمتوسط بالمتوسط ذات ميو وتباين، هذا تباين الآن أكس بار اللي هو تباين المجتمع قسم على حجم العينة ضرب هذه نسميها الكوركشن أو ما يسمى بعامل التصحيح، يمكن إهماله لكن اخترت أن أبقى أن أضعه هنا لأنه لا يعني ليس هناك فرق كبير بالقيمة لو وضعنا أو لم نضعه. فهذا تباين المجتمع الإحصائي قسم حجم العينة، وهذا الآن حجم المجتمع الإحصائي 180 في هذه الحالة. نستكمل. الاحتمال الذي نبحث عنه هو ما هو احتمال أن نسحب عينة من المجتمع اللي حجمه 180 وتكون متوسط هذه العينة أكبر من أو يساوي 67، يساوي واحد أقل من احتمال أكس بار يكون أقل من 67. هاي الآن المساحة التي نبحث عنها، ما هو احتمال إذا كان متوسط المجتمع 63، ما هو احتمال أن نسحب عينة من هذا المجتمع الذي متوسط 67 وتباينه 8 تربيع أو انحراف المعيار 8 وتكون قيمة الأكس بار أكبر من أو تساوي 67. الاحتمال ضئيل جدا طبعا من جدول التوزيع الطبيعي المعياري، لابد من تحويل صيغة الاحتمال هذه إلى صيغة معبر عنها بواسطة المتغير الطبيعي المعياري زي كما يأتي، 1 ناقص probability of x bar أقل من 67 تساوي 1 ناقص probability أنها زي تكون أقل من هذا الآن المتوسط العينة 67 مطروح منه متوسط المجتمع مقسم على الانحراف المعياري للمجتمع، وتساوي 1 ناقص احتمال أن زي تكون أقل من 2.69، فبكون احتمال لاحظوا 36 بالعشر آلاف ضئيل جدا جدا، يعني احتمال أن نسحب هذه العينة من مجتمع متوسط 63 بتكون 36 بالعشر آلاف، احتمال ضئيل جدا. تعني هذه النتيجة بأنه لو سحبنا 10,000 عينة 10,000 عينة عشوائية حجم كل واحدة منها أن يساوي 25 من مجتمع السكرتيرات ذي المتوسط 100 تساوي 63 والتباين سيجما سكوير يساوي 8 تربيع، لوجدنا بأن 36 منها فقط تكون بمتوسط مقداره 67 أو أكبر، وهذا يوضح ما قصدناه عندما قلنا صدفة أو طبيعي. فلو حددنا ألفا تساوي 5% حدا فاصلا بين الصدفة والطبيعي لما تمكننا من قبول الفرضية القائلة بأن تحسنا لم يطلع، ما يعني ضمنا بأن العينة ذات المتوسط X بار أكبر من أو تساوي 67 قد أتت فعلا من مجتمع متوسطه أعلى من 63، وأن الدورة التدريبية قد أدت إلى تطوير قدرات السكرتيرات في الطباعة. تعريفات ومثال آخر، تسمى الخيمة ألفا مستوى الأهمية Level of Significance أو مستوى الدلالة، وفي بعض الأحيان الأهمية الإحصائية statistical significance، وهي احتمال رفض فرضية العدم عندما تكون صحيحة، يعتمد اختيارها على رأي صاحب القرار
فكلما أراد أن يكون أكثر دقة بقراره تكون قيمة الفضائل، إلا أن قيمة الخطأ من النوع الثاني، كلما قللنا هذه، إلا أن قيمة الخطأ من النوع الثاني وهو خطأ بيتا تزداد مع انخفاض ألفا. يستوجب اختبار الفرضية تكوين فرضيتين متضادتين، فرضية العدم H0 والفرضية البديلة H1. عدم رفض إحدى الفرضيتين يعني بأنه لا يمكن قبول الأخرى. يتم ذلك من خلال آلية الاختبار ومستوى الأهمية الذي يختاره الباحث، وعادة ما ترتب الفرضيتين من المثال السابق كما يأتي. هذه فرضية العدم تدعي بأن ميو يساوي 63، أما الفرضية البديلة تدعي بأن ميو اللي هو متوسط المشبع أكثر من 63. هنا تعني أنه طرأ تحسن على مستوى السكرتيرات، على مستوى يعني طباعة أو سرعة الطباعة، السكرتيرات في الطباعة، هنا لم يطرأ تحسن. أي أن فرضية العدم H0 تدعي بأن المتوسط ميو مساوي ل 63، بينما تدعي البديلة H1 بأن المتوسط ميو أكبر من 63. فإذا كان احتمال اختيار عينة بمتوسط اكس بار اكبر من او تساوي 67 من مجتمع متوسطه، بعتذر عن الخطأ الطباعي هنا، ميو تساوي 63 اكبر من الفا، فان الفرضية البديلة غير مقبولة، لان اي قيمة اكبر من الفا تعني بان وقوع الحدث اكس بار اكبر من او يساوي 67 شيء عادي، يعتبر شيئا عاديا. اما اذا كان احتمال اختيار العينة بهذه المواصفة متوسطها 67 أو أكثر من مجتمع متوسط 63 أقل أو يساوي ألفا، فإن احتمال وقوع الحدث هذا أكس بار أكبر من أو يساوي 67 يعتبر صعبا جدا، وبالتالي لا نستطيع قبول فرضية العدم. بمعنى آخر، أي أن التحسن قد طرأ على قدرات السكرتيرات. هذا هو الاختبار الذيل الأيمن كما ذكرت قبل قليل. مثال آخر الآن، اختبار تحسن أسلوب التدريس. وجد مدرس أحد مساقات الاقتصاد من خبرته أن علامات الطلبة موزعة طبيعيا بوسط ميو يساوي 65 وانحراف معياري مقداره سيجما يساوي 16. بعد تبني أسلوب جديد في التدريس، ظن المدرس بأن استيعاب الطلبة قد تحسن. للتأكد من ذلك قام بسحب عينة عشوائية حجمها N تساوي 64، فوجد متوسط علامات العينة اكس بار يساوي 69. لكن لاحظوا لي هنا متوسط المجتمع الإحصائي، هذه متوسط العينة، فهل الفرق بين متوسط المجتمع ميو تساوي 65 ومتوسط العينة اكس بار يساوي 69 أي أهمية إحصائية على مستوى ألفا يساوي 5% اللي هو حد الفاصل بين الطبيعي وغير الطبيعي، أو ألفا يساوي 1% اخترناه، إما 500 أو 1%؟ أي هل ظهرت العينة ذات متوسط أكس بار تساوي 67 بالصدفة أم من الطبيعي ظهورها في المجتمع ذي الصفات ميو يساوي 65 وسيجما يساوي 16؟ هذا سؤال مهم جدا. دعنا نختار ألفا يساوي 5% حدا فاصلا بين عدم رفض أو عدم قبول الفرضية البديلة التي تدعي أن تحسنا قد طرأ على قدرات الطلبة في استيعاب مادة المساق. فإذا كان احتمال اختيار عينة بمتوسط أكس بار يساوي 69 من مجتمع متوسطه ميو يساوي 65 أقل من 5%، فإن ظهور هذه العينة بالمتوسط المذكور كان محض صدفة. أرجو التدقيق بهذه الجملة، كان محض صدفة، لأنه الآن إذا كان احتمال اختيار هذه العينة بالمواصفات هذه من مجتمع هذه مواصفاته أقل من 5%، معنى ذلك بأن ظهور هذه العينة من هذا المجتمع بيكون محض صدفة، ولا نستطيع بالتالي رفض الفرضية البديلة القائلة بأن أسلوب التدريس الجديد قد ساعد الطلبة على استيعاب مادة المساق أكثر من ذي قبل. إذن يمكننا صياغة الفرضيتين كما يأتي. هذه هي فرضية العدم، بتقول إنه ميو هو 65 علامة، لكن الفرضية البديلة بتقول لا، ميو اللي هو الفرضية البديلة ميو أكبر من 65. إذن الآن نستكمل. التمثيل البياني يعطينا الشكل الآتي فكرة عن المنطقة تحت المنحنى الطبيعي التي تساعدنا في الإجابة على السؤال. الآن ما هو احتمال أن نسحب عينة عشوائية من مجتمع متوسط 65 بكون متوسطة 69؟ لاحظوا المساحة إلى اليمين الآن. في هذه المسألة يكون الانحراف المعياري لمتوسط العينة كما يأتي
سيجما لا متوسط العينة يساوي متوسط سيجما المجتمع اللي هو انحراف المياه المجتمع مقسم على الجذر التربيعي للعينة ويساوي 16 الجذر التربيعي 64 يساوي 2. ولذلك فإن هذه إحصائية الاختبار احتمال أن تكون أكس بار أكبر من أو تساوي 69 يساوي 1 ناقص احتمال أن تكون أكس بار أقل من 69 ويساوي 1 ناقص إنه زي احتمال زي تكون أقل من هنا. الآن حولنا هذا هذه القيم اللي ذكرتها إلى قيمة معيارية 69 القيمة التي نبحث عنها مطروح منها متوسط المجتمع قسم الانحراف المياري ويساوي 1 ناقص احتمال زي تكون أقل من 2 وتساوي بهذه الحالة 1 ناقص فاصل 9773 وتساوي 2.28%. أي أن ألفا أقل من 5%. لاحظوا هون عفوا أقل من قيمة ألفا 5%. هذه القيمة أقل من قيمة ألفا التي تساوي 5%. هذا الآن التوزيع الطبيعي المعياري. بناء على هذه النتيجة لا نستطيع رفض الفرضية البديلة القائلة بأن أسلوب التدريس الجديد قد ساعد في استيعاب المادة العلمية، بمعنى آخر بأن الأسلوب الجديد ساعد لكن على مستوى ألفا تساوي 5%. نستكمل، لو عدلنا مستوى الأهمية الإحصائية الفرق بين الصدفة والعادي ليصبح ألفا يساوي 1%، فإن الآن الاحتمال بقي كما هو لكنه أعلى من 1% ألفا، ما يعني الآن بأننا لا نستطيع قبول الفرضية البديلة. ما يعني بأننا لا نستطيع قبول الفرضية البديلة عند هذا المستوى من الأهمية، وأن أسلوب التدريس لم يساعد الطلبة في فهم المادة أكثر من ذي قبل. أكتفي بهذا القدر في هذا المقطع. المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون الجزء الثالث عن اختبار الفرضيات hypothesis testing. يليه المقطع الذي سيكون عن أول درس في الاقتصاد القياسي econometrics ونظرية الانحدار البسيط والمتعدد simple and multiple regression. شكرا لكم على حسن متابعتكم. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.